امر النبي صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحيه. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. سنه النبي صلى الله عليه وسلم. حلق اللحيه كبيره من كبائر الذنوب، الحلق هذا بالموس. لان فيه تشبه بالمشركين. والتشبه بالنساء. ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تغيير لخلق الله. فأنت تعفي اللحية، تلخي اللحى.